السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ماشيين ندوزوا نهارنا ما بين الاشجار في الطبيعه الباديه او القريه. بغينا ندوزوا هذا النهار يكون زوين، يكون مميز. بغينا نساو علينا شويه ستريس. مهم، مرحبا بكم معنا احنا والعائله. غنديروا واحد الغديوه خفيفه، ما نطولش عليكم. بغيتكم تستمتعوا بهذا المنظر ديال الطريق وهالطبيعه الخلابه اللي كاينه. غنخليكم تستمتعوا بالطريق حتى نوصلوا ان شاء الله ونولي نعاود نتلاقاكم. ها احنا وصلنا للفير ما شاء الله اللي غنقضيو فيها نهارنا كامل. غندير واحد الغداء عائلي. داك المره درت لكم عليها فلوغ، وريتكم السفرجل وريتكم الرمان. كان الموسم ديال اورانج، ديال الليمون، ديال المهم كان بزاف. بارطاجيت معكم لي فخوي اللي كانوا في داك الفتره. دابا الزيتون تبارك الله، جاي الزيتون. دابا هو الزيتون عامر تبارك الله. ان شاء الله غادي يكون الزيت في المغرب هذا العام. هنا جميع المناطق كل شيء تقريبا جاي الزيتون زوين. انتما الخضره، الجو رائع. هذا الجو راه الصباح بكري، راه الجو خفيف. تعرفوا داك النسيم ديال الصباح ما بين الاشجار رائع. الواحد تيبعد شويه على الستريس، الواحد تيخرج للطبيعه باش تيشم داك الهواء النقي، وتيحاول يحيد داك الطاقه السلبيه ويجيب طاقه ايجابيه ويستمتع. خليكم معايا، مرحبا بكم معايا، وشوفوا غنستمتعوا بنهارنا. وغادي ان شاء الله نجمعوا العائله، فرصه الواحد يجتمع هنايا احسن من قلب الدار بين الحيوط احسن. المهم انتم تشوفوا احنا وصلنا دابا
انتم ما غتشوفوا واحد ديما تيرحب بينا هو الاول، اول ما تيشوفنا تيجي تيرحب بينا، واحد صديق وفي بصراحة، وفي وفي ما عرفينا هو مازال ما بان، يمكن مازال ما شافنا ولا ما عرف. هو راه بان ليا هو جاي، هو جاي ماكس، هو ماكس الحارس الوافي. مرحبا بشين فري إليغونس و ميد بريسلي ديالاش؟ ميد بريسلي خاصة التمارين الرياضية. يدخل يدخل يبارطاجي يستافد معانا. مرحبا بكم، دابا تستغل الفرصة يعني. أنا هبط معاكم نديرو واحد الدويرة او ممرضات. هيا اهداء من قناه سوما شانيل. ندير واحد الدويره ما بين الاشجار نوريكم الشهديه. دابا الموسم ديالها راه بدات تطلع، بدات تكبر تبارك الله. انتوما شفتوا هيا دي ما شاء الله، انتوما ما شاء الله الطبيعه. الجو رائع، خريجه مع العائله نهار تاني عيد. صراحه العائله كلها مجموعه، خرجه رائعه. باش نبدا لكم داك بالكارطه هنا، هذا الصفرجل هو مازال عاد تيكبر، كنت وريته لكم في لا فيديو الاخر كان كبر، كان الموسم ديالو. اللي ما شافوش يدخل يشوفو تبارك الله، حتى تيجي زوين وتيجي رائع، وفيه فيه صراحه الطياب ديالو ما نعاودش ليكم، في البلاصه تيطيب ما تياخدش كاع الوقت، حيتاش هنايا كاين السقي وهو شبعان ما هو مازال صغير، مازال صغير يبان لكم. هنا كاين واد، هنا واد، دابا راه عامر بالقصب وداك الشيء، نورمالمون تيكون هنا الماء، فاش تكون الشتا تيكون الماء هنايا. ماشي الزيتون، مهم هذه الشهديه عاد تتكبر، مازال لها شي شويه تقريبا شي 20 يوم وتوجد ان شاء الله. فاش توجد غادي نوريها لكم كيفاش تكبر تتولي كبيره، الغله تتعطي مزيانه. احنا لقينا واحد السيد، اهلا ميد بريسلي، هذا هو ميد بريسلي ديالنا. مرحبا بكم، اليوم ما نتفكوش معاك اخويا. غادير معنا حركات، غادي الجمهور ديالنا غادي يستمتع بالحركات ديالك. دابا قولي لي حصلتيني وصافي. حصلتك، غير شي غير شي باساج شي فيديو على الله نلقاو شي حنش نطلعوا به المشاهد. بعدين على لا لا غنطلعوا بك المشاهده ضروري، لونطريمه ما نخليوهاش من بعد. لا لا ضروري ضروري السبور ضروري، في انا مختص داكشي ديال السبور ديال الرياضه. كنا كنصور غير شي فيديو على الله نطلق، ولكن ميد بريسلي القناه ديالو بصراحه تدخلوا ليها راه رائعه، تدير حركه تدير لا ماجي حتى هي، غادي نشوفوا معاه راه مجموعة مواهب. قولي ما غاتفكش معايا. يلاه 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 متعنا متعنا المشاهدين. يا بسم الله، ضروري ضروري ضروري. صافي حصلناك، جينا ندوزو هاد النهير. ضروري نلوح لكم شي باساج باش ما يمثلوا به الجو شي شويه، واخا ما كنتش عوا. لا لا ضروري، دابا صافي ما كناش عوا. حشومة
ولكن باش غادي نهرب منك هاد الحركات شوفوا لا او برافو برافو بركه الشوك برافو درنا نطلقوا ان شاء الله درنا شويه د لا ماجي لا ماجيك دابا ماجيك نتعاو به مشاهدي يلا ورينا المواهب ديالك في القناه ديالي هو عنده ديما مستعد ديما مستعد غنشوفوا شنو غدير غنشوفوا كاينه راميه اه كما كتشوفوها هانتي عاديه اه وبالا هانتوما هاكا مزيان دابا اختي سهام غتهزي شي ورقه فهمتي هانتي اي ورقه اي ورقه اها نازل اي ورقه خبرك انا ما تنامنش بهذا الشيء ولا آه. ما نعرف شنو نشوفها قلبيها ووريها لهم انا ما غنشوفهاش ما تشوفهاش آه. ها هي دي شفتوها هو دابا زعما راه ما شايفهاش غنشوفوا آه. شنو غادي يصنع لنا هذا محمد صافي ما شفتهاش اه ما شفتيهاش انا هز باكيه نقطعها من هنايا تحطها في الوسط هنا انا ما كنشوفش نحطها في الوسط آه. وعندك تشوف ياك انت تشوفش يلا ياك شفتها انا بين لهم الكاميرا باش ما كنشوفش اه تبيني هنايا فوالا آه. نحط عليها البكيه مزيان ايه هي تخلطات مع كاطا ياك ايه ندمصها شي باساج خفيف اه ندمصها اخويا باش ما نشوف بلي تكون تتغش اوبا لا مزيان كتبان اوبا لا دابا جا الوقت فين نطلعوها ما كاينش مشكل انتوما بسم الله على بركه الله اوبس اوب اوبس زيد زيد وبالصحه والراحه بعد المتعه ديالكم هي الخريجه زوينه الصراحه تمتعنا وبغينا نتعوكم حتى نتوما معنا تمتعوا سهام شافتني قالت لك ما تخرجش معايا ضروري قلبت عليا كتبان لي الكارطه رديتيها بعدا هنايا ايوا شنو انا رديتها راه مشافوها ياك ما لقيتيهاش حصلتي اه حصلتيني حصلتي ياك ما الا حصلنا غادي نحيدوها في المونتاج لا لا حصلت لا لا ما كاينش نحيدو في المونتاج اليوم نحصلوك نديرو قضيه قلت لك انا وقيله تلفت لي في الزحام اتعزلي جوج عزلي جوج زيدي عزلي جوج عاقلي على الاولى اه عاقلي على الاولى زيدي عزلي جوج ورقات جوج اه جوج زيدي برافو ليك واخا نشوفهم هادوك واخا تشوفهم اه نشوفهم ما كاينش مشكل اه هما عزلتي هادو بجوج اه ندير وحده من الفوق وندير وحده من التحت باقا عاقلي على الاولى عاقلي عليها واه ما كاين مشكل هادو هما اللي عزلتي التوالي هادي وهادي اه نحسب واحد جوج ثلاثة حسبيها انت واحد زيدي جوج زيدي ثلاثة اوبس شوفي واش هي هادي اي اي هاديك اه بالصحة والراحة اجي قول لنا كيفاش هاد السر بالصحة والراحة برافو عليك ما كاينش مشكل نديرو واحد القضية عاوتاني زوينة ها انت غادي نشوفو شنو سميتو غادي نديرو واحد القضية واعرة كاع ياك ها انت عندنا شنو سميتو هنا رقم ياك اه شمن الرقم هذا هذاك غادي نديرو حنا الساقلب الساقلب يلاه غنحطو هنا الفوق ياك فين حطيناه في الاول أه؟ غنهزو من هنايا صبر بلاتي اسمح لي غنهزوه غنضربوه أه؟ في الوسط اها خرجيه يشوفو الجمهور خرجيه هذا اييه اها مالو فين مشى واش هو هذا اللي درتي ولا واحد اخر هذا كنا حطيناه هنايا ما كاينش مشكل لا لا ماشي انت ما عرفتيش كديري شنو سميتو نعاودوها ما كاينش مشكل صافي غنعاودوها ها شنو هذا سبعه قلب سبعه قلب غنحطوها الفوق ياك ها حنا حطيناها الفوق غنهزوها من الفوق وغنضربوها في الوسط اها هي هذه جبديها بيديك من الوسط مالها تبدلات هذه سته قلب قبيله ياك مشكله ها انت شنو سميتو غادي نضربوها لتحت وغنديروا له بحال ديك اللعيبه ديال هوبالا وطلع الفوق اللي كنا عزلناها في الاول يلا خوتي بالصحه والصحه المهم المهم هذا الشيء غريب ولاني حتى غادي نشوف السر معاه هذا الشيء اختي نتعلم يلا شكرا المهم هاد لابارتي وعواشر مبروكه يدخل عليكم الله في الصحيحه والسلامه والله يتقبل الصيام ديالكم وكما عشتوا معنا في الاجواء ديال الطبيعه انتم كتشوفوا تبارك الله الخيرات ديال مولانا ونخليكم وكملي الفيديو ديالك ان شاء الله اختي سهام شكرا نيد بريسلي خاصه شرف لينا نتقابلوا في القناه ديالك ان شاء الله شكرا شكرا طباخه راه هي قاصه تصوب لنا الكفته ها انتم شفتوا غنشوفوا هاد الشرموله ماشي ناقصه شويه اختي من بعد الناس
نديرو معدنوس. نديرو شويه ديال المعدنوس. لا شرمو لهاد الكفته. هي لذيذه ولكني خصها تبقى شويه المعدنوس ياك. قطعت لها شلط لها بصله عاد نشوف. شلطي لها بصله. حيت الساعه ما عندناش الطبسيل الكبير درنا شويه بشويه. ودابا غتنقضيو راه حنا في عطله. ان شاء الله. شوا مع الكفته هانتوما خلي لها غير في الصاله بصيله صغيره هادي خصها وخصها تصوب حتى الشلاده مشرمله راه داتها الطباخه الثالثه الطباخات عندنا هنايا الطباخه الثالثه هادي تدير الشلاده ياك ايه عندك مطيشه قليله ياك تزيدي ايه غنزيدو غنديرو قلنا مطيشه بالبصله والحار ومطيشه بالخيار والبصله ديري جوج بالحار ضروري الحار لا برقيقات برقيقات شنو هي برقيقات برقيقات وتبتي معانا مازال مأثر فيك رمضان راه بزاف على المعده ديالنا راه خاصنا نحاولوا عليها ماشي راه كيخرج رمضان مولف في المعده راه راه تبارك الله كاين الوكاله شويه شويه العيد الله يجينا شي قطيط وداك الشيء ها هما الطباخات حاجه فاطمه تبارك الله عليك الله يبارك فيك امتي الله يسهل عليك كنغني الكلمه ديالك ادعي ادعي ادعيوا مع الحاجه فاطمه بالشفاء ان شاء الله هيا ماما هيا تبارك الله على ماما الزين اول وحده تبان في قناتي هي ماما تبارك الله عليكم اختكم وليداتي ما انتو هنايا الغديوه هي تطيب كفيته درنا الصراحه ما درناش تماره جبنا هي الكفته ومع الشليضات وداك الشيء بغينا نستمتعوا الصراحه في وقتنا بالطبيعه ما بغيناش ندخلوا للكوزينه خلينا داك الشيء في الديور بين الحيوط بغينا نستمتعوا نديروا غديوه سهله دغيا توجد وحنايا جالسين في البالكون على الطبيعه يعني تنوجد هاد الغديوه وعلى الطبيعه كل شيء قدامنا بغينا نبدلو الروتين ديال الدار مره مره الواحد يدير بحال هاد الخريجات صراحه تيبدلو حتى النفسيه ما تيبقاش الواحد معصب معصب ومع الروتين يومي ديال الشغل ديال الدار ديال هذا نطبخات هنا كتار هما هادو الوليدات تغداو ودرنا لهم بوحدهم دابا هنايا يتغداو الرجال ويتغداو غديوه خفيفه نتوما مهم داكشي خفيف ما فيهش تماره ليسونسييل ما فيهش تماره فاش تغداو شنو قال لهم عقلهم ينوضوا يلعبوا او ما استمتعوا عاود شويه ولعبوا نتمنى يكون هاد الخريجه عجباتكم واستمتعتوا معنا وما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك اللي ما اشتركش في القناه ونتمنى هاد الخريجه تكون عجباتكم كنوا خفافين على قلبكم وما طولناش عليكم بزاف واخا رانا طولنا يلا شكرا والى اللقاء ان شاء الله في شي خريجه ولا في شي وصفه ولا في شي حاجه جديده تبارك الله عليكم وشكرا